مؤتمر الفكر يعقد كل سنة، هو المؤتمر الذي يأتي بجميع المفكرين أو جميع من نخبة من المفكرين والمثقفين العرب لحضور هذا المؤتمر لنقاش حول موضوع الساعة. هذه السنة كان موضوعنا الحكومة والمواطن، رؤية مستقبلية. يأتي هذا العنوان استكمالا لعنوان السنة الماضية الذي كان يستشرق مستقبل المنطقة، ماذا بعد الربيع. كان أول يوم من هذا المؤتمر ناجح بكل المقاييس، كان هناك حلقات ونقاش راقي ورفيع المستوى، تم في خلاله النقاش حول الحكومة الإلكترونية، وسائل الإعلام المجتمعي، شارك الشباب في مقهاهم، ثم اليوم أتوا بفيلم قصير عن هذه المشاركة وتحدثوا للمؤتمرين عما توصلوا له في يوم الشباب. ونتطلع لغد سوف يكون على نفس المستوى من النقاش والحوار، هناك العديد من المتحدثين الذين سوف يشاركون معنا في يوم الغد، ونتمنى أن يكون على نفس المستوى العالي من الحوار والحرية.